نوصل بختام حلقتنا لليوم لفكرة سينما، ولكن قبل ما نبلش بالأفلام اللي نزلت بالصالات اللبنانية هذا الأسبوع أو بالأسابيع الماضية، بدي أذكر كل الأشخاص اللي عم تحضر هيدي الفكرة أو كل الفكرات اللي قطعوا بالحلقة اليوم وكل البرامج كمان اللي عم تقطع على شاشة تلفزيون لبنان، يفوتوا على www.facebook.com/telelibon وبيتابعوا هنيك الفكرات اللي بدهم إياها. رح نعمل اليوم جولة على الأفلام اللي نزلت بالصالات اللبنانية واللي بعدها عم تحقق نجاح كتير كبير، وكمان على المنصات الأونلاين، ولكن رح نبلش بفاست اكس اللي هو الفاست اند فيوريوس الجزء العاشر لهيدي السلسله اللي كتير طويله اللي بلشت بال 2001 وعم بتفوت بالقرن الثالث لها بهيدا الجزء اللي هو فاست 10. اكيد فاست 10 بيتابع دوم توريتو اللي هو الكاركتر الرئيسي بهيدي السلسله اللي بيرجع هيدي المره من بعد فتره طويله تيرجع يلاقي انه في حدا من الماضي تبعه عم بيلاحقه وبده يحطم له كل شيء بحبه من عائلته لابنه لحياته كرمال يرجع ينتقم منه. اكيد هون بنشوف دوم عم بيرجع يتلاقى مع الجروب تبعه اللي شفناهن بالكاست الاساسي بالافلام السابقه، واكيد بيكونوا جو اثاره جو اكشن كمان العديد من الادفنتشر. رح نتابع الاجواء تبع هذا الفيلم بهذا التريلر ومنكمل. Let's start back at the beginning, shall we? Los Angeles 2001. Humble roots, local kids, street racers who became hijackers. Graduated to high-speed smuggling. Mobile jailbreaks, train robberies. If it could be done in a car, they did it. If it violates the laws of God and gravity, they did it twice. But the days where one man behind the wheel of a car can make a difference are over. It's time to prepare for what's coming. You might want to buckle up. As I look out at this wonderful family, I am filled with so much pride. The great Dom Toretto. If you never would have gotten behind that wheel, I'd never be the man I am today. And now, I am the man who's going to break your family. Piece by piece. What's up? Uncle Jacob? Your dad sent me. Can't wait to see you get out of this one. Dommy, I knew you would come for me. I'm Dante. Enchanté. So how about we all just start shooting each other? That's what I came here for. Time to end this. Let's dig some graves. Not to be trusted. Hey, you ain't on my Christmas list either. Cavalry's here. It's showtime. Kill Tiny Tej. Tiny Tej? No. We never agreed on that. Cheers. We need weapons and cars. Cannon cars. That was awesome! Do you like surprises? I adore them. How much time do we have? About 4 minutes. It'll have to do. I'd stay down if I was you. You'll need to hit me harder for that. The game's over, Dom. You lose. This is your last ride.
Maybe this is the end. But you know what? I smell magic. They say when you're facing death, your life flashes before your eyes. Are they right? If this is the finish line. يعني لكل الأشخاص أكيد اللي بتعرف هيدي السلسلة اللي هي من أنجح السلسلات اللي معمولة وكمان الأفلام وهي صارت جلوبال فرانشايز بيعرف كل الأفلام وبيعرف الأجواء اللي رح تكون وخاصة لما نكون عم نحكي عن كاست كتير مميز يعني عنا أكيد فين ديزل بدور البطولة ميشيل رودريغيز تايريس جيبسون جوردانا بروستر جيسون ثاتم جون سينا كتير غيرهم كمان ولكن بهيدا الجزء كمان بينضم لهم جيسون موموا اللي هو نعرف بأكوامان بدور أكوامان بدي سي يونيفرس وكمان بري لارسون اللي هي انعرفت بكابتن امريكا بالمارفل سينماتيك يونيفرس وعم بتكون هلا عم تنضم لفاست اند فيوريوس ذا فاميلي واكيد نرجع منذكر انه اول جزء نزل بال2001 وصار تقريبا ينزل جزء لاحق كل سنتين او ثلاثه واخر جزء الفاست 9 اللي نزل بال2021 موجود على نتفليكس لكل الاشخاص اللي عبالهم يتذكروا هيداك الجزء قبل ما يحضروا فاستن رح ننتقل لفيلم أنيميشن وسوبر ماريو بروس موفي بعتقد كتير أشخاص كانوا ناطرين هيدا الفيلم لأنه هيدا الفيلم هو مبني على قصة سوبر ماريو اللي هي الفيديو جيم اللي كتير معروفة وكنا نلعبها نحن وصغار أكيد بهيدا الفيلم عم نحكي عن ماريو اللي هو سنجري من بروكلين وأكيد بيشتغل هون بمملكة الفطر أو مشروم كينغدوم مع الأميرة اللي اسمها بيتش وكمان المشروم اللي اسمه تود وبهيدا الجزء بيكونوا بدون يروحوا تيفتشوا على لويجي خيو لماريو ويقدروا يغلبوا بوزر اللي هو الدراغن أو التورتول كتير كبيرة اللي بتتنفس نار أكيد نحن عم نحكي عن سوبر ماريو بروس اللي بيعرف اللعبة أكيد بيعرف أجواء هيدا الفيلم ولكن عم نحكي عن أنيميشن جديدة عن 3D إفكتس وأكيد كتير إشياء مثيرة للاهتمام وألوان كتير حلوة رح نشوف التريلر ومنكمل There's a human, has a mustache, just like you. Do you think I know every human being with a mustache wearing an identical outfit with a hat with the letter of his first name on it? Because I don't. Bowser is coming. Together, we are going to stop that monster. How? Look at us. We're adorable. Oh, I got this. No problem. Yes! Come on, Mario! Our big adventure begins now! Ah! Get it off, get it off, get it off! There's a huge universe out there. Whoa. With a lot of galaxies. They're all counting on us. No pressure. ده سوبر ماريو بروز موفي أكيد نزل بأبريل ولكن بعده عم بيحقق نجاح كتير كبير وبعتقد أحد الأسباب أنه الكبار والصغار بيحبوا يحضروا هيدا النوع من الأفلام خاصة أنه رح يكون كتير من العالم عندها هيك شوية نوستالجيا على هيدا اللعبة بالتحديد وخاصة لما نكون كمان عم نحكي عن كاست كتير مميز اللي هن قاموا بدور بالأصوات للأدوار مثل كريس بات بدور ماريو تشارلي داي بدور لويجي وأنا تايلر جوي بدور بيتش وجاك بلاك بدور باوزر وكمان عم نحكي يعني عن فيلم نحن
كل الأشخاص اللي لعبوا هيدي اللعبة رح يكون عندهم ريفرنس شوي على كل النكت والأشياء اللي عم بتصير بالموفي. رح نضل بأجواء الأنيميشن ولكن رح نروح على ديزني موفي اللي هو اللايف أكشن لـ The Little Mermaid. أكيد هيدا الموفي سمعنا عنه كتير وخاصة لما أطلقوا التيزر ورجعوا نزلوا التريلر وأخذ ضجة كتير كبيرة إن كان مع ديزني ولا عالمياً كمان. أكيد هون عم نحكي عن إيريل اللي هي أصغر بنت للملك ترايتون تحت المي وهي اللي بتكون بدها تكتشف العالم وبدها تغامر وبدها تعيش حياتها، فبتطلع من المملكة تبع بيها وبتقرر تروح جروب البحر. وأكيد هي وعم تبرم بتتعرف على أريك اللي هو الأمير اللي بتنغرم فيه وبتنقذ له حياته. هون بتبلش القصص تصير معقدة أكتر وأكتر، خاصة أنه إيريل هي حرية مي تحت المي وأريك هو بشري فبدها تعيش معه، فبتتفق مع أرسلا وكلنا منعرف كيف بتكمل القصة. ولكن The Little Mermaid الجديد نازل أكيد بالصالات اللبنانية كمان عم بيحقق نجاح كتير كبير، هو بيجمع ميوزيكل بيجمع أدفنتشر كمان شوية كوميدي، رح نشوف أجواءه بالتريلر. Was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. I just want to know more about them. Ariel, don't! Poor child. I can help you. You can't live in that world unless you become a human yourself. Is that even possible? It's what I live for. About you seems different. I can't quite figure it out. She got legs, you idiot. يعني مثل ما شفنا أجواء The Little Mermaid اللي منعرفها بالكرتون موفي منقولة كمان على لايف أكشن، كمان رح نكون عم نستمتع بالأغاني وكل الأحداث اللي كنا متوقعينها بالفيلم. دايما هول الأنواع من الموفيز بيكونوا يمكن شوي ناطرينهم أو حاطين لهم هاي ستاندردز لأنه متكلين على الفيلم الرئيسي، ولكن كمان بيحققوا نجاح ولازم نكون كمان عم نعرف أولادنا على هول الأفلام أو هذول القصص بالأفلام الجديدة. عم نشوف كمان كاست كتير حلو، عنا هالي بيلي اللي هي بدور إيريل وكمان ميليسا مكارثي بدور أرسلا. ونرجع منذكر أنه الأوريجينال موفي نزل بال 1989 وهو موجود على منصة ديزني بلاس لكل الأشخاص المشتركين فيها وبيقدروا يحضروه بحيلة لغة بدهم إياها. رح ننتقل لرابع موفي اللي هو الفيلم الدنماركي A Beautiful Life اللي نازل على نتفليكس. نقيت A Beautiful Life بالتحديد تنضوي على نتفليكس اللي هي منصة كتير معروفة ويمكن من أنجح المنصات الأونلاين لهول الأفلام، ولكن هيدا الفيلم بالتحديد بيحكي عن قصة أليوت اللي هو صياد صغير أو شاب بيكون عنده صوت كتير حلو وبيصير معروف overnight أو بين ليلة وضحاها وبيصير كتير مشهور وبدو يفوت بعالم الموسيقى. فبيقرر البروديوسرز إنه يحطوه مع ليلي اللي هي كمان بروديوسر صغيرة تتجهزه كرمال يصير سوبر ستار، ولكن أكيد بيصير في علاقة رومانسية بين الاثنين وبتتعقد الأمور شوي شوي. نقيت هذا الفيلم بالتحديد تنفرجي إنه نتفليكس كمان مع إنه في أفلام انترناشونال وبلغات التانية، ولكن فينا نحن اللغة اللي بدنا إياها إن كان من ناحية الديالوج تيكون مدبلج إن كان للعربي أو للإنجليزي أكيد حسب شو متوفر، وكمان للترجمة الموجودة. التريلر هو أساساً بالدنماركي ولكن مترجم للإنجليزي كمان تناخد شوي وحي هيك لكل الأشخاص اللي عم بيتعلموا لغة جديدة فيهم يفوتوا ويحضروا حيال مسلسل بدهم إياه باللغة اللي بدهم إياها ويحط الترجمة الإنجليزي هيك بيتعودوا شوي شوي أكتر وأكتر. A Beautiful Life هلأ بالتوب 10 الموجودين بلبنان، رح نشوف أجواءه بهذا التريلر ومنكمل. Oliver har et eller andet arrangement i aften, han skal spille til. Jeg har lovet ham at spille noget guitar. God aften alle sammen. All my mistakes, they led me straight into you.
Hvordan kan det være, en mand med din stemme står og sorterer hummer nede i havnen? Hvad er det, du vil? Jeg kan godt få det ud herfra. Hvad laver han her? Du hørte det samme, som jeg gjorde. Og du er den bedste producer, jeg kender. Hvad tænker du? Hun har brug for at lykkes med noget. Min mor, tror du kan noget? Du kan synge. Det jeg har hørt, det jeg har hørt før. Han er en fuld fisker med en guitar. No offense. Ja, selv tak. Jeg synes også, det har været en god dag. Just like an ocean has its way. Jeg spiller sit talent, fordi du er bange. Du ved ikke en skid om, hvem jeg er. Han er nobody. Det har vi alle sammen været. Det er også lige meget, hvem du er. Vigtigt er, hvem du kan blive. Han er ikke klar. Nej, men dit opgave var at få ham klar. Du må vælge en person, som du synger til. Som du synger for. Kenny. Hey, du kan det her. Beautiful Life من بطولة كريستوفر، بس كريستوفر بدون عائلة مثل شير ومادونا، وهو أساسا مغني دنماركي معروف ومثل بعدة أفلام كمان منها توكسانا بال2022 باكستيج بال2015 وهلا عم يلمع بBeautiful Life. وBeautiful Life من إخراج مهدي أفاز اللي اشتغل كمان مع كريستوفر بتوسكانا بال2022. رح نضل مع نتفليكس ورح ننتقل على موفي بيعتبر بلوك بوستر اللي هن الأفلام اللي متكلين عليها نتفليكس أو بيحطوا لها إنتاج كتير ضخم لأنه بيعتقدوا أنه رح ترجع لهم كمان عوائد كتير كبيرة، وهو فيلم The Mother. The Mother إنتاج ضخم لأنه من بطولة جينيفر لوبيز اللي شفناها أكيد بعدة أفلام وخاصة الأفلام الأكشن، وبترجع اليوم بـ The Mother. The Mother بيحكي عن عميلة اللي هي مسمات The Mother أو الأم، اللي هي بتشتغل مع العديد من الأشخاص كتيمز إن كان من ناحية تهريب الأموال وكمان تهريب الأسلحة. ولكن بس تكتشف الأم أو اللي هي كاركتر جينيفر لوبيز إنه هي حبلة، بتقرر تترك كل هول الأشياء وتروح تخلف وتعيش حياتها برواء. ولكن بس تخلف بتلاحظ إنه العديد من الأشخاص صاروا مضطهدين أو مقتولين من وراء اللي كانت تشتغل معهم، فبتقرر إنه تكون أندر كوفر وتحط بنتها بمطرح آمن كرمال تقدر تكون عم تطمن عليها وتكون مطمنة بالها إنه بنتها ما رح يصير لها شيء. بتشتغل مع الـ FBI كمخبرة وبتفوت شوي شوي أكتر بالأشياء لما تبلش تحس إنه بنتها معرضة للخطر. أكيد The Mother هو فيلم كتير كبير بيدويلنا على الأكشن الموجودة وبذات الوقت شعور الأمومة وقدي الأم رح تدافع عن ولادها ولوين معقول توصل. The Mother موجود على نتفليكس كمان بالتوب 10 بلبنان. رح نشوف التريلر سوا. Where's my baby? You wasted FBI time trying to cut a deal for yourself, and 7 agents were killed. This conversation now takes place on our terms. Adrian Lavelle and Hector Alvarez are still out there. You and I both know the only way you protect that child is to disappear. And if I don't? They'll find you, both of you. You're just gonna vanish? You put her with good people. Keep her safe. If there's trouble, let me know. You must have known I'd find her. The secret's out. What do they want? Revenge. They're using her to get to me. What's your plan? She needs protection right now. Who are you? From here on, you do everything I say. You're driving. I'm 12. Let's go. I hate it here. I want to go home. Not till you know how to survive. Everything it takes. You're scaring me. Every time I look at you, I'm scared. Look at the mess you made. You're not getting away this time. You burned down our entire world for her. Yes. I'm a killer. But I'm also a mother. And I will die protecting her. يا
يعني كل الأشخاص اللي بتعرف جينيفر لوبيز أساساً بيعرفوا قدي هي قوية كمان بالأفلام الأكشن من الأفلام اللي عملتهم قبل، وكمان قدي ناجحة بالموسيقى وقدي عندها فان بيس كتير كبيرة. وبعتقد نتفليكس كمان بيتكلوا على هول المواضيع لما ينزلوا أفلام أو يحطوا حدا بالكاست من هول الأشخاص. يعني عنا جينيفر لوبيز وماري هاردويك جوزيف فيانس وكتير غيرهم كمان بهيدا الكاست، ولكن أكيد مضويين على جينيفر لوبيز أكتر. وبفيلم The Mother هن مصنفينه كأكشن وثريلر، ولكن كمان بفرجينا الحب والطاقة والقوة وكل شيء معقول تعمله الأم كرمال ولادها. مع The Mother منكون وصلنا لختام فقرتنا وختام الحلقة لليوم. أنا بتمنى لكم كمالة نهار حلو، وإن شاء الله يكون نهاركم مبلش بطريقة رائعة. نحن موعدنا بيتجدد بكرة إذا الله راد بتمام الساعة 9. باي باي.